الحملة الشعبية التي استمرت أسبوعاً واختتمت بمسيرات عبر فيها المشاركون عن رفضهم لأي حوار مع من وصفوه بالسفاح والفاقد للشرعية، قطعت الطريق على التسويات السياسية ومحاولات تخفيف حدة التوتر الأمني والسياسي قبيل ذكرى الثورة وسباقات الفورمولا 1 بحسب ما يرى مراقبون. من جهتها عبرت السلطات على لسان وزيرة الدولة لشؤون الإعلام عن رفضها لخارطة الطريق التي قدمتها الجمعيات السياسية، بينما لا تزال الجمعيات السياسية متمسكة بالحوار كمخرج لما تصفه بالأزمة السياسية. ميدانيا وبعيدا عن الدوائر السياسية، استمر المتظاهرون في تصعيدهم الثوري ضد نظام الحكم، حيث خرجوا في مسيرات عمت مختلف مناطق البحرين مساء أمس الاثنين. المتظاهرون حشدوا للعصيان المدني في ذكرى الثورة وطالبوا بسقوط النظام. قوات النظام المتمركزة على مداخل البلدات عمدت إلى إغراق الأحياء السكنية بالغازات المسيلة للدموع. Thank you.